السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ مساكم بخير، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. طبعا اليوم نحن في ضيافة أيقونة معرفية جميلة في إمارة الشارقة، مجمع القرآن الكريم. إن شاء الله بناخذ بجولة تعرف على هذا المجمع وأقسامه الرائعة، بنستمع إن شاء الله مثل ما قاعد نسمع لأصوات القرآن الكريم بقراءات مختلفة. هذا المكان تحفة جميلة، إن شاء الله نستانس وتستانسوا في هذا المكان. يلا تفضلوا على بركة. طبعا أخواني مثل ما تعرفون مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة يحتوي على 7 متاحف، راح نزور إن شاء الله كل متحف على حدة. المتحف الأول اللي راح نتعرف عليه هو متحف تاريخ كتابة المصحف الشريف أو القرآن الكريم. راح ندخل ونتعرف على ما يحتوي هذا المتحف، طبعا على نسخ وعلى معلومات كثيرة. تفضل ويانا. شباب راح ناخذكم برحلة على مدى 15 قرنا، راح نتعرف على تدوين كتابة القرآن الكريم بدءا من العظام والصخور إلى يومنا الحالي على الأجهزة اللوحية والكتب كذلك الإلكترونية. تعال. القسم الثاني من مجمع القرآن الكريم متحف نوادر المصاحف، راح نشوف الآن نسخ طبق الأصل عن نوادر المصاحف الأثرية، واللي هي طبعا من مقتنيات سيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه. تفضلوا. المتحف الثالث من متاحف مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة متحف القراءات 7 والـ10 المتممات، راح نتعرف في هذا القسم إن شاء الله على القراءات 7 المشهورة، وأيضا كثير من المعلومات عن يعني كيف هي القراءات واختلافها بين القراءات والأخرى. كذا راح نفهم كل القراءات، لأن هذا هو ديننا وهذا هو قرآننا وهذا هو أصلنا. تفضل. طبعا وصلنا اخواني الى اخر متحف من متاحف مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة، متحف كسوة الكعبة وستائر الحجرة النبوية الشريفة. يمكن من العنوان او من الاسم واضح ان راح نشوف ستارة الكعبة. الستارة اللي راح نشوفها اول ستارة هي باب الكعبة، عمرها 450 سنة. في أقل من أسبوع كان عندنا سمو الحاكم هنا، ويعني أهدى المجمع مجموعة نفيسة من المخطوطات، قرابة 50 مخطوطة جديدة. هذا يعني الآن صار عندنا مجموعة ضخمة جدا من المخطوطات، يندر أن تجد هذا الكم مجتمع في مكان واحد. لذلك شوف مجمع القرآن الذي إحنا في وسائل الإعلام لما نعرف مجمع القرآن نقول هو المجمع الأكبر والأفخم والأضخم على مستوى العالم.
الأفخم من حيث ماذا؟ من حيث التنوع. نحن مجمع القرآن الكريم يرتكز على ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول اللي هو المتاحف، أنتم رأيتوا المتاحف فقط، وأيضا هذه دعوة بما أنكم أصحاب أصوات جميلة أن تنضموا إلى أهل القرآن وتوظفوا أصواتكم مع أعظم كلام وكلام الله عز وجل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. زرنا اليوم مجمع القرآن الكريم بالشارقة، مجمع ضخم ضخم صراحة، شيء لا يوصف فيه، مجموعة فيه من القرآن الكريم المجموع من أول من ثاني قرن إلى القرن الخامس عشر. إن شاء الله مكان يبهر يبهر مش نورمال، فما روح فما حاجة باهية برشا في البلاصة تحسها، اللي هي خاصة حاجة فما حاجة شدت انتباهي اللي هي الستائر متاع الكعبة، فيعني فما الستارة متاع الكعبة عندها 450 عام، يعني سبحان الله كي تدخل تنبهر تشوف المنظر متاع الستارة متاع الكعبة، سبحان الله تنبهر، حتى اللي ما زارش مكة يحس بحاجة باهية يعني كي يشوف الستارة متاع الكعبة. طبعا استفدنا وايد من هذه الرحلة الجميلة، تعرفنا في البداية على تاريخ تدوين القرآن الكريم، طبعاً كيف كتبوا على العظام وكيف كتبوا على جلود الحيوانات وكيف كتبوا على بقايا النخيل، ووصولاً يعني إلى هذا القسم الأخير وهو قسم كسوة الكعبة. طبعاً الكسوة هذه اللي وراي مثل ما تشوفون هي عمرها 450 عام. ما شاء الله المجمع جداً جميل وجداً مفيد، زوروا أنتوا وعوائلكم وأبنائكم، يستحق الزيارة. الحمد لله اليوم كانت لنا جولة بالحافلة السياحية وكانت جد رائعة مع المجموعة، خرجنا من جو وضغط التدريبات والأنشيد وصرنا ننشد في الجو على الهواء الطلق يعني وفي مقابل البحر، وكانت كلها تقريبا في حافة البحر، وشفنا مثلا مسرح المجاز من بعيد يعني تنحت لنا الرهبة اللي كانت في مسرح المجاز، شفناه من بعيد يعني إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقنا في المراحل القادمة ونقدموا أجمل ما عندنا إن شاء الله. يعني جد ما شاء الله تبارك الرحمن جمال غير طبيعي، الشارقة جميلة جمال شديد، فأنا كل يوم حرفياً بستمتع أكثر وأشوف مناظر أجمل وأجمل وأجمل، يعني ما شاء الله كل يوم بنتفاجئ أكثر، جمال الطبيعة ولا أتكلم عن جمال المباني ولا عن جمال البحر والشاطئ، حاجة ما شاء الله جميلة جداً. إحنا كلنا كل الشباب مستمتعين، أثناء جولتنا بالباص يعني ما شاء الله تبارك الله عاجز عن الوصف يعني. اليوم استمتعنا في رحلة جميلة في حافلة الشارقة السياحية، شفنا فيها الشارجة وأهم معالم الشارجة، والحين بنشوف الشارجة من فوق. من وين؟ من عين الإمارات، حياكم.
كانت تجربة بصراحة كويسة جدا ومختلفة. يعني أنا عادة من الناس اللي بتخاف من المرتفعات شوية، لكن حسيت بصراحة برضو إن دي أمنة جدا. ما حسيتش مثلا إن لا الموضوع فيه خطورة أو أنا خفت بشكل كبير كعادتي إن أنا يعني بخاف من المرتفعات، فالموضوع كان شيق وجميل جدا. يعني تجربة العوالي كانت جميلة بصراحة. أنا ما بخاف من العوالي، لكن لما تطلع تشوف أنك ترتفع شيئاً فشيئاً، فهذا شعور يعني يخليك أنك طاير في السماء بصراحة. واختلاف الأماكن هنا، يعني ممكن تتصور في مكان بعدين تتصور مكان ثاني تلاقي منظر أحلى. مجموعة زكريا، غمض بعينك، غمض بعينك زكريا، عدد لي الألوان الزرقاء في القاعة التدريبية. أما أخونا مصطفى بيعدد الألوان الصفراء في المجموعة أو في القاعة التدريبية. أعتقد أن العقل الباطن أو العقل اللاواعي لا يعرف النفي. يعني مثلا أنا لما أقول أنا شخص ما فاشل، حكون فاشل. أول شيء علم المسافات طلعتوا عليه، وصلكم قرأتوا كتاب في موضوع المسافات بينك وبين الأشخاص. منو مرتاح إذا طلع مع 8 أشخاص في لفت واحد أو سنصير؟ هل بتأخذ راحتك؟ لا ما بتأخذ راحتك. أول شيء بتتم ساكت. أول شيء بتتم ساكت. ثاني شيء بتضطر أنك إذا كنت تكتب ولا شيء تسكر تليفونك تحب الأخبار، لأن كل اللي حواليك يفرون عيونهم في التليفون. والله صدق. هل حصل انسجام من أول لقاء؟ من أول لقاء؟ كلما كان التواصل والانسجام، لذلك قيل أن هناك في علم المسافات الوايد وايد مهم في موضوع التعامل مع الآخرين. فهناك 4 مسافات لابد أنه أنا أدرسها وأتعلمها. أول شيء اسمه المسافة الاجتماعية، المسافة العامة، والمسافة الاجتماعية، والمسافة الشخصية، والمسافة الحميمية. تحقيق النجاح من خلال لغة الجسد يتمحور في ماذا؟ في مخاطبة العقل اللاواعي. طبعا لازم ان انا اعطيك شو ما يعني شو تعريف العقل الظاهر والباطن او الواعي اللاواعي. فهذه مصطلحات يعني يستخدمها بعض علماء او خبراء النفس. فالافضل اني انا يعني استخدم العقل الواعي واللاواعي. طبعا شو العقل الواعي او ما هو الفرق بين العقل الواعي واللاواعي؟ انا راح اكون الاول في منشد الشارقة. كلما انت خاطبت العقل اللاواعي في مقومات النجاح والله بتوصل. الحمد لله رب العالمين. اليوم كانت محاضرة لغة الجسد جد قيمة ومفيدة، استفدنا من كل شيء، واهم حاجة اللي فادتني وفادت الجميع طبعا هي كيفية تحويل الرهبة اللي هي أصلاً حاجة طبيعية، رهبة الجمهور ولجنة التحكيم، إلى شيء إيجابي يطلع أحلى ما عندك وأحسن شيء يمكن تقدمه على المسرح. طبعاً أنا كثير استفدت بهالمحاضرة، عرفت كيف يعني الواحد صار يعرف نقاط القوة تبعته ونقاط الضعف تبعته، وصار واحد يعرف كيف يكون واثق بالله وواثق بنفسه أكثر، ويعرف كيف يتواصل بلغة الجسد من العيون، من الابتسامة، من المسافات. وبرجع أقول لكم أنا مشهد الشارقة كتير مبسوط فيها، لأنه يعني هي مش بس مسابقة وتحدي، هي يعني عم بتعلم فيها أشياء كتير، يعني عم بتثقف، وهذا الشيء إن شاء الله حيفيدني وحيفيد الجميع من المشتركين بإذن الله.
بسم الله ما شاء الله مسجد متكامل بكل ما فيه من اعتناء من خدمات من معالم من اثار من اضاءه من كل شيء ما شاء الله يعني مسجد يشدك للخشوع لما تصلي فيه. من اول ما قبلت للمسجد ما شاء الله تبارك الله انشراح عجيب عجيب جاني. اول شيء عجبني التوسعه الخارجيه. هذه التوسعه الخارجيه ذي اعطتني نظره عامه وحلوه للمسجد. يوم دخلت سمعت المؤذن عيشني اجواء الحرم. والله كاني في الحرم صراحه. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. كيف الحال؟ أخباركم؟ شو الصحة؟ الله يسلمك. حياكم الله في أيام الشارقة التراثية النسخة 19 من هذه الأيام الجميلة. حاليا أنتم الآن في قلب الشارقة نابض بالأصالة والتراث وعبق الماضي والزمن الجميل. طبعا أيام الشارقة للتراث هي الاحتفالية الجميلة اللي نحن ننتظرها في إمارة الشارقة ودولة الإمارات كل عام لأنه تذكرنا بحياة أجدادنا وآبائنا. طبعا شباب نحن حاليا في البيئة الزراعية وهي كذلك من البيئات المشهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بناخذ بجولة الحين في هذه البيئة نتعرف على النباتات اللي موجودة، الحرف التقليدية اللي موجودة، وكذلك شو الحرف اللي كانت هي مصدر إعالة أو إعاشة لأهل البيئة الزراعية واللي كانوا مثلا عندهم مزارع ونخل، كانوا طبعا يستفيدون من المواد المحيطة بهم. تعالوا ويانا. من البيئة الزراعية للبيئة الجبلية كذلك من البيئات المشهورة في دولة الإمارات، خصوصاً نحن يعني عندنا سلسلة جبال الحجر وهذه البيئة طبعاً هي مرتبطة بالجبال، لهم عاداتهم وتقاليدهم وحرفهم كذلك وفنونهم التراثية الجميلة. خلنا بعد نتعرف صراحة على هالمكان المميز. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ مرحبا. ساكم بخير. الله يعافيك. يا مرحبا. تفضل. اشرح حق اخوانك بس شو هالمكان وشو تسوون بالضبط؟ طبعا هذه قهوة. ايه. اولا نجيب المقلاة. ايه. نحمس القهوة في المقلاة. نتحمسن. نعم. بس حب القهوة لا تحط فيها شيء يعني لا قهوة بس القهوة أول القهوة مقلاة بالمقلاة وخلص لا تنضج مرة يعني شو كذا سودة مثلا تتنقاها المحترقة مثلا والزينة وين إلى مرشاد حبيبي شو اسمه تنقض المرشاد مرة تنقنها نقلها حتى للغوري طبعا ما يغلي بالغور من النار مرة تغلي ساعة نص ساعة على الربع تخلى براي بالنار هي.
شباب، طبعا وصلنا لقسم خاص بالمأكولات الشعبية الإماراتية، وطبعا مأكولات في الإمارات دائما لها نكهة ولها طعم، واتوقع يمكن حتى الدول العربية في أكلات راح نمر عليها حين هي مشابهة لكن تتغير المسميات، يعني خصوصا في وطننا نحن مكوناتنا واحدة. يعني هذه طبعا الخبز، أو هذا الخبز يسمى خبز الرقاق لأنه يعني نفس الرقاقة خفيف، وطبعا تضاف فيه بعض الإضافات، الجبن، العسل، الدبس، وحين شوي يتطوروا يحطون فيه مثلا نوع من مثلا نوع من الحلويات، ولا يحطون عليه مكسرات، ولا يعني تطورت شوية عملية التقديم أو الإضافة، وأيضا يحطون عليه السمن اللي هو السمن البلدي هذا اللي هو من البقر. أجواء اليوم كانت أجواء متنوعة، تعرفنا فيها أكثر من ثقافة، كان شفنا كيف بيصنعوا ثياب من عدة ثقافات وأشياء تراثية، أكلنا التمر بطرق مختلفة، أكلنا الرقائق كانت كتير طيبة، يعني الأكل كان كتير طيب، وحتى شفنا دمى وشفنا كتير أشياء من كتير ثقافات، يعني أشياء متنوعة وكانت أجواء فرح، واليوم الجو كتير حلو صراحة. نحن الآن متواجدين في الساحة التراثية بأيام الشارقة التراثية، شفنا برشا حاجات متنوعة تبارك الله، يعني تشوف برشا حاجات كما عندهم الرقاق سميوه في تونس احنا رقاق، خبز رقاق كجويد ياكلوه. أكثر ما عجبني صراحة البنى اللي بيعبر عن التراث الإسلامي في الأبنية، زائد وهي معروف انه هي مدينة الثقافة، وفعليا هذا الاشي انا لمسته من الناس، لمسته من البناء، من كل الامور اللي بتحيط حوالي، بتشعر انه هذا المكان هو مكان لناس راقين جدا والله. وانا يعني من احلى المناطق اللي زرتها في حياتي هي الشارقة. كنا بجولة جميلة جدا بأيام الشارقة التراثية والثقافية، نعم بصراحة يعني هناك أشياء حضارية قديمة تدل على عرق كل بلد، هناك تقاليد لكل بلد طبعا من البلدان العربية. أنا أحس حالي باليوم بالوطن العربي بصراحة ما شاء الله. أما عن الشغلات اللي سويناها اليوم، فأكلنا شيء اسمه الرقاق نعم، وأشياء اسمها اللقمات بالمغرب، بالمغربي نسميوها معسلة، تكون برمضان فقط، عليها السمسم اللي هو الزنجلان. وأنا الآن بمعرض 50 عاما من حكم السلطان دام الله عرشه وحفظه ورعاه، وبصراحة هذه الأيام الثقافية التراثية تخليك تحس براسك كأنك يعني في وطنك العربي، وتشوف تقاليد كل البلدان العربية، وتتعرف على أشياء يعني من حضارات بلدان العربية المجاورة لك. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.